مصادر قريبة من النجمة الكبيرة مديحة يسري أكدت أنها خرجت من المستشفى مؤخراً وبدأت تستكمل جلسات العلاج الطبيعي في بيتها. وقالت المصادر المقربة من مديحة يسري أن في فنانات كتير بيحرصوا أنهم يطمنوا عليها وعلى حالتها الصحية باستمرار، منهم الفنانة ميرفت أمين، نبيل عبيد اللي بيزوروها بشكل دائم، بالإضافة للفنانة نجلاء فتحي اللي رغم مرضها وإنها بتتعالج في سويسرا إلا أنها حريصة تتصل بمديحة يسري علشان تطمن عليها بشكل دوري.